يعني هذا يعبر عن توجههم، عن المعيار الإنساني هو معيار لتقييم جميع الناس لجميع الحكام. قبل أن يلقى الله برصاصاتهم كان هذا الشهيد يمتلك المعرفة الكاملة عن حلف الأعداء المتربص بتعز وبرجالها وبثورتها وبمشروعها الوطني. كان يدرك وحشية هؤلاء القتلة ويحاكمهم لإنسانيتهم. رحمة الله على الأستاذ عمر دوكم. نقول للقتلة لن ينجح مشروعكم في تعز. تعز ليست عدن. ونقول للقادة، المدير العام للمحافظة، المحافظة، لقائد الشرطة العسكرية، لقادة الألوية، كفى عبث بتعز، أوقفوا القتلة. أنتم في مواجهات عشرة من القتلة، معروفين أماكنهم، فلماذا السكوت؟ نجح القتلة في تحقيق هدفهم ولو بعد حين، فقد فاضت روح تعز وريحانتها. استشهد الشيخ عمر دوكم متأثرا بجراحه التي أصيب بها الجمعة الماضية حين أطلق عليه مسلحون مجهولون رصاصات غادرة من نوع تلك التي حصدت العشرات من الأئمة والخطباء وقادة الرأي في مدينة عدن المجاورة. تبدل القتلة في تعز وتجددوا وتبادلوا المواقع ليبقوا على نهر الدم في هذه المدينة يسيل دون توقف، لكن تعز تصر على المواجهة مع هذه الأجندة المثقلة بالدم وبأهداف السياسة المرسومة على هوى من لا يقيم اعتباراً لحياة البشر. صدمت تعز وأهلها بفقدان هذا الشيخ الراجح العقل وصاحب الرأي السديد المؤتمن على منبر رسول الله، الرجل الذي أشعل جذوة الحياة في مشروع التغيير والانعتاق وأرسى خطاباً استثنائياً محملاً بدلالة الانتصار للحياة والمستقبل في مواجهة العنف والصراع وأجندة الموت المحمولة على أحقاد أعداء الحياة. تعز تودع اليوم رجل الفكر المستنير والداعي الوسطي الأستاذ عمر دوكم خطيب جامع العيسين، الأستاذ الذي تم استهدافه من قبل مجموعة من العصابات الإجرامية التي تريد باستهدافه ومن خلال هذا الاستهداف أن تنال من كل أبناء تعز الذين يحملون هذا الفكر المستنير ويحملون هذه الوسطية التي لطالما نادينا بها. قبل ثلاثة أيام كان رفيق الأكحلي القائد التربوي الذي استهدف إلى جانب الشيخ دوكم قد فارق الحياة، بينما كان الاثنان يغادران جامع العيسائي في شارع جمال بوسط تعز. ليس هناك حرمة ترقى فوق حرمة دم البشر، لكن هؤلاء استباحوا الدماء المحرمة في الشهر المحرم وعلى عتبة مكان له حرمته وقدسيته. لماذا حب الوطن وحب الناس ألا يلبي إنسانيتنا؟ هو يلبي إنسانيتنا. مرحلة بالغة السوء تحيط بمدينة تعز التي قررت الانتصار لحق اليمنيين في الحرية والدفاع عن الدولة والجمهورية والوطن. معادلة الصراع إذن تعكس حدة المواجهة بين الخير كله والشر كله.